أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مبادرة نوابغ العرب، أكبر حراك عربي يقوده متحف المستقبل للإشراف على نوابغ المتميزين من أصحاب المواهب الاستثنائية من العلماء والمفكرين والمخترعين والمبتكرين المتميزين والمبدعين العرب في شتى المجالات ورعايتهم وتمكينهم وتطوير أفكارهم. وتأتي المبادرة جريا على عادة سموه إطلاق مشاريع نوعية في الرابع من يناير من كل عام. وتسعى مبادرة نوابغ العرب إلى تحديد أهم 1000 نابغة عربي خلال 5 سنوات في مسارات رئيسية تشمل الفيزياء والرياضيات والبرمجيات وعلوم البيانات والاقتصاد والجامعات والأبحاث العلمية وغيرها ودعمهم علميا وبحثيا. وأعلن سموه تخصيص 100 مليون درهم وتشكيل لجنة تتألف من 4 وزراء لوضع منظومة متكاملة للإشراف على النوابغ العرب. كما أعلن سموه أن متحف المستقبل للمعلم العالمي الجديد سيكون المركز الرئيس لهذا الحراك العربي الجديد. يريد له عمل من كل بلد، آلاف فرق العمل اللي تقوم وتشتغل مع بعض، ولكن احنا نبدأ التصور لربما أن الآخرين يمشون وياهم.